هي افضل جراحه السنه؟ هيبقى السؤال ده منطقي ولا سؤال غير منطقي؟ مفيش حاجه اسمها احسن جراحه سنه. هي في حاجه اسمها جراحه السمنه المناسبه ليك. السمنه مرض وليست عيب شكلي. لازم انت اللي تفكر العيانه ان الحمل ممنوع تماما في فتره ال 12 الى 18 شهر بعد الجراحه. العمليه دي بتخسس 60 كيلو ولا 100 كيلو ولا 50 كيلو. الجسم هيبطل يخس لما يقرر انه خلاص هو مش محتاج يخس اكتر من كده. الدكتور هيثم سيد زميل كلية الطب جامعة ليموج بفرنسا، عضو الجمعية الدولية لجراحات السمنة، عضو الجمعية المصرية لجراحات المناظير، رئيس وحدة جراحة السمنة بكلينيكال جويل مصر. أهلا بكم. النهاردة احنا نتكلم في موضوع مهم جدا ومن منظور مهم جدا. السمنة المفرطة اتكلمنا عنها مرارا وتكرارا، جراحة وبطنة والسمنة المفرطة مرض قاتل، والسمنة المفرطة مرض خطير جدا ينبغي التصدي ليه، وخلاص وفهمنا انه في سمنة نوع معين منها ما ينفعش التعامل معه غير جراحيا، اي حاجة غير جراحة هتعتبر مضيعة للوقت. الكلام ده اتقال على لسان يمكن افضل اطباء البطنة مش الجراحة في مصر، يعني اللي قالوه قمة البطنة في مصر. طيب انا لما يكون عندي مريض سمنة مفرطة وخلاص قررنا ان احنا نعمل عملية، المفروض يعرف ايه؟ يفهم ايه؟ يعني يقول خلاص اني هعمل عمليه واروح كده وخلاص من غير ما ادرس الموضوع، ولا ادرسه؟ ادرسه من ناحيه كام نقطه؟ ادرسه من ناحيه هعمل عمليه فين؟ المستشفى اللي انا هعملها دي مجهزه؟ فيها ادوات مجهزه تجهيز يضمن لي ان انا اكون في امان؟ تخدير؟ ما ده جزء مهم جدا في العمليه. الجراح اللي هختاره، الادوات اللي هتعمل لي العمليه، يعني الدباسه اللي هتدخل تعمل لي العمليه، هو ده بقى مهم جدا. الدباسه دي شريك، اوعى تفتكروا بس ان الجراح هو اللي بيعمل العمليه، ما في مع الجراح ادوات، في مساعدين، في مستشفى، في تخدير، في اختيار لنوع العمليه، في ما بعد العمليه، الخدمه ما بعد العمليه مهمه جدا. ما في للاسف واقول لكم بمنتهى الصراحه ومعروفه في الوسط الطبي، في ناس بتعمل العمليه وخلاص، وكنت ما تتصل بيه ما بيردش عليك، او مش هو اللي بيقابلك، حد تاني بيقابلك، ده نصيبه سودا دي. فالنهارده يعني انا حواري مع ضيفي العزيز، يعني وانا هستمتع بحوار مختلف هيكون في هذه النقاط المهمه جدا، اسم متميز للغايه واسعدني جدا في حواره، وطبعا يعني هو اسم كبير مش محتاج ان انا اقول ان هو حواره اللي فات بس اللي اسعدني، هو عمله كله بيسعدني، وطبعا مؤسسه كبيره جدا زي جويل عندما تقدم لنا هذا الاسم، فنحن نشكر جويل ونسعد جدا بلقائي مع ضيف العزيز الاستاذ الدكتور هيثم سيد. اهلا بك يا دكتور. دكتور ايمن ازيك؟ منورنا وسعدت بزيارتك دي زي ما استمتعت جدا بالحلقه اللي فاتت. الشرف ليا. انا سمعتها مرتين على فكره، انا اتفرجت عليها كتير. اسعدتني جدا يعني جدا، يعني وجود حضرتك طبعا على راس الحلقه وادارتك ليها كان هو اللي ليه الاضافه لا الاكبر طبعا. لا بشكل يعني اسم كبير زيك بينورنا وبيسعدنا، وطبعا جويل بتحسن دائما التعامل مع مين، والشراكه بينكم اكيد شراكه كبيره تصل لدرجه يعني العالميه. لكن خلينا نقول كمان انت بتختار اسلوب معين في حوارك، واضح ان انت دارس كويس جدا عقليه المواطن المصري زي ما انت درست اكيد عقليه المواطن العربي والعربي ايضا، لان احنا بالزبط. احنا مشاهدين جدا في الدول العربيه. فانت بدات واحنا بنتناقش قبل الحلقه قلت لي انا عايز اتكلم في نقاط اولها اختيار الجراح الذي سيجري الجراح، كيفيه اختيار الجراح. النقطة حضرتك قلتها دي نقطة في منتهى الأهمية الحقيقة، الفرق بين عقلية المواطن في مصر والمواطن العربي. الأساليب أو الطرق اللي بيختارها المواطن المصري عشان يختار الجراح بتاعه في أي عملية حتى لو مش جراحات السمنة بتبقى خاضعة لعوامل تانية كتير، وخلينا نكون عندنا جزء من الجرأة إن احنا نقول إن الطريقة دي سبب فيها بجزء كبير احنا الجراحين. احنا حطينا كونسبتس معينة في المجتمع الطبي بقت العينين تقيس عليها اختيارها. اي عيان عنده مشكله تتعلق بزياده الوزن وعمل كل الحلول الغير جراحيه عدم اقتناعا بالجراحه او خوفا منها او وات ايفر ايه السبب، يجب ان يكون الجراح اللي بيشتغل العمليه دي هو جراح جهاز هضمي، جراح مناظير، ثم جراح سمنه.
دي مش عملية بيعملها أي حد، مش عملية بيعملها بالمنظار أي جراح. فبالتالي يجب ان الاختيار بتاع الجراح يبقى مبني على اسس، مش ان الجراح ده اكبر اسم في مصر او ان الجراح ده بيعمل بارخص تكلفه في مصر او باغلى تكلفه في مصر. ممكن يكون جراح مش معروف قوي في الاوساط بتاعت العيانين، ان هو راجل كواليفايد انف ان انا اعرف امن له على نفسي في الحته دي بالذات. جراحه السمنه بتصديقا على كلام حضرتك على مدى اهميه الدباسات اللي بتستخدم، بس هي لو كانت القصه كلها في ان الدباسه بتشتغل لوحدها زي ما بيقولوا ما كانش حد غلب. يعني لو هي مكنه بتشتغل الموضوع كان بقى ابسط من كده بكتير، وما كناش شفنا الكومبليكيشنز اللي بتحصل كتير قوي للاسف بسبب سوء الاختيار للجراح قبل الحاجات التانية. لكن طبعا لازم يبقى الاول يبقى متاكد ان هو جراح جهاز هضمي وليه خبره قبل كده في جراحه المناظير عموما، وبالتالي هيبقى ليه خبره في جراحه السمنه. هروح لتجهيزات المستشفى. تجهيزات المستشفى شيء مهم جدا، وخصوصا يعني اعتقد انه في اماكن في العالم الجراح والمستشفى شيء واحد بيقيم كانه وحده واحده. المستشفى المجهزه اللي فيها رعايه مركزه وفيها تمريض مدرب وفيها طبعا في حاجات ما بيشوفهاش العيان زي غرفه العمليات، الالات اللي موجوده فيها، التمريض المتدرب على هذه الانواع من الجراحات. بس المستشفى اللي بقى فيها كل التجهيزات الاخرى اللي قدام عين العيان بالتالي اكيد هيبقى فيها الحاجات التانيه. انا ما افرحش بان الاوضه الفندقه فيها اعلى ما يمكن، او ان الموظفين اللي واقفين على الريسبشن بيبرقوا بيتكلموا انجلش، او ان في استقبال مش رايح اوتيل، انا محتاج حاجه طبعا نظيفه، انا هبات في اوضه انا ومعايا مرافق او كيف، محتاج هوسبيتاليتي او فندقه على مستوى مرضي. انما واتس بيهايند هو ده الاهم. في حاجات كتيره قوي عند الجراحين اللي يعني اللي بيعاملوا ربنا سبحانه وتعالى في الحاجات اللي ما بيشوفهاش العيان، الحاجات دي ما يتكلمش معها ما يتكلمش عنها مع العيان، لكن يجب ان يتاكد من وجودها. عشان كده دايما بنقول التراست في الجراح هي بدايه القصه. وبالتالي بيبقى فيها تراست في كل حاجه بعد كده، واولهم اختيار المستشفى. طيب انا هتخيل القصه، يعني نتخيل كده عيان قبل ما يجي لك، قبل جالك في الجراحه، فانت قلت له لازم نعمل تحضيرات، فالعيان طبعا المصري يقول لك تحضيرات يعني ده انا واحد قريبي راح لفلان ولا تحضيرات ولا بتاع، قال له تعالى بكره. فالتحضيرات وقبل قد ايه من العمليه علميا لازم تتعمل؟ مش اقل من اسبوعين الى ثلاث اسابيع، لان التحضيرات يعني ده حتى لو بداخل يعمل فتقه او غدد درقيه او مراره بالمنظار، يعني على الاقل في معامل لازم تتعمل. تحضيرات جراحه السمنه من اهم الحاجات، بداية من الحاجات العادية خالص، التحاليل، صورة الدم الكاملة، وظائف الكبد والكلى، صورة النزيف والتجلط، وتحاليل أخرى ليها علاقة بالفيتامينز، أعرف أنا البيز لاين بتاعي فين، عشان ما يجيش عيان بعد ما يعمل تكميم معدة مثلا يحصل له نقص في فيتامين دي، وأنا ما عنديش فكرة أصلا هو كان داخل بفيتامين دي كام. هي القصة إن أنا لازم بعمل حاجات كتير قوي يسبق كل ده الهيستوري اللي باخده من العيان. العيان اللي ماشي على أدوية سيولة غير العيان اللي مش ماشي على ادويه سيوله، اللي ماشي على الاسبرين غير اللي ماشي على الادويه الاخرى من ادويه السيوله، العيان اللي عنده هيستوري في العيله لزياده في الكوليسترول او في الدهون الثلاثيه. فمن اول قعده بقعدها مع المريض بيتحدد بالظبط العيان ده التراك اللي هيمشي فيه قد ايه. بنطلب سونار على البطن، نطمن ان البطن دي هي دي الفيلد الملعب اللي انا داخل العب فيه. لو انا مش عارف ابعاد الملعب ده ايه مش هسيب حاجه للمفاجات. انا داخل اعمل عمليه مش صغيرة في مكان حساس جدا ومحتاج مهارة عالية، فمش مش مطلوب ان يبقى فيه صعوبات اخرى تضاف على كده، لان ده ممكن يوصل لمرحلة ان انا اغير قرار نفسه. التحاليل الكاملة، الاملاح والمعادن وصورة الدم الكاملة وكثير من الفيتامينز والدهون الثلاثية والكوليسترول، وظائف الغدة الدرقية، الاشعاعات زي السونار عند بعض العيانين اللي في سن اكبر او عندهم هيستوري معين في لامراض في القلب، بنطلب سونار على القلب او موجات صوتيه الايكو كارديوجرام. العيانين اللي عندهم زياده في الوزن وعندهم صعوبه في التنفس او ما يسمى بالسليب ابنيا، العيان اللي بيبقى نايم ومن السمنه المفرطه يحصل له اختناق يقومه من النوم، بيتعمل له دراسات للتنفس قبل العمليه. يمكن ده واحد من العيانين اللي ده باي ديفولت بيخرج من العمليه ست ساعات 12 ساعه في الرعايه المركزه، مش حاجه وحشه، اطمن نفسه تمام وامنك اكزاكتلي. فبعد ما كل ده يبقى ساتلد وخدنا القرار، بعدها باسبوعين لازم يتم تحديد موعد العمليه، لان في الفتره دي يفضل ان العيان يمشي على نظام غذائي، مش هنقول دايت انما نظام غذائي لتقليل، الهدف منه هو تقليل حجم الكبد. نظام الغذاء الجيد
والتزام العيان بيه قبل العملية. طبعا الكونسبت في ناس بتاخده شوية باستخفاف، انا هعمل عملية تكميم معدة بكرة، انا النهاردة بقى هتعشى عشاء رهيب عشان ده اخر مرة هاكل براحتي. مش النهارده، هو بيقعد يومين ثلاثه. بالظبط. لكن اكشولي هو لا، انت يعني انت بتساعد نفسك قبل اي حاجه وبتساعد الجراح اللي بيشتغل. بيخلص على فكره على اكل كذا مطعم يعني. انتقاما. بالظبط. يعني في ناس بتقعد بقى من الصبح بالليل، ما انا بقول لك لا انا هقعد بقى، هو في دماغه كده هقعد سنين بقى ما اكلش. مش هاكل خالص. الحقيقه الحاجه الملفته للنظر في الفتره الاخيره اللي انا يعني لاحظناها التدخين. يعني حتى العيانين اللي بيشربوا سجاير او بيشربوا شيشه ببريت معين، لما بيعرف ان هو التدخين بيأثر جدا على التئام المعده بعد العمليه او على صحته العامه بعد العمليه، يقولك لا انا امبارح بقى يعني قعدت على القهوه وشربت الشيشه زي ما عمري ما شربت. هي قصه يا جماعه لازم نكون كلنا شركاء فيها. الجراح، المستشفى، حتى اللي بيساعد الجراح، والمريض قبل اي حاجه. التزامك بس بالنظام الغذائي قبل العمليه ب 10 ايام او اسبوعين بيقلل من حجم الدهون اللي على الكبد من 15 ل 20%. يسهل على الجراح شغله، يقلل فتره العمليه وبالتالي بقائك في المستشفى، ويقلل فتره احساسك بالالم بعد العمليه ودرجه الالم حتى اللي انت بتحس بيها. عايز اذهب الى منطقه ثانيه مهمه جدا، وهي التخدير. والتخدير ده على فكره شيء مهم جدا، لانه خلينا بصراحة أنا هقول للناس كلام صريح قوي، ممكن منظومة علمية تجيب أستاذ تخدير بسعر وليكن 10، ما تبخلش، جايب أستاذ كبير حد ماهر. في ناس تانية ممكن تبخل فتجيب حد لسه جونيور، طبعا بيشتغل جونيور وكل حاجة، مش لسه ما اشتغلش في عملية كبيرة أكيد، بتلاتة يعني يوفر 7. اوكي. مش حضرتك هو طبعا نقطه حاجه كده، انا قلت كلام خطير. لا يعني يعني لو تسمح لي يعني كمان اخد من حضرتك طرف الخيط واعممه، لان القصه مش بس توفيرا في نفقات التخدير. احنا للاسف وصلنا لمرحله يعني، ويمكن الكلام ده مش هينفع يتلغي في برنامج زي ما حضرتك. احنا عندنا مشكله في مصر صدرناها للعيانين احنا كجراحين، وانا واحد من الجراحين. يعني كلهم زمايلي واساتذتي يعني الا من رحم ربي. ان القصه كلها مرتبطه هي العمليه دي بكام. وبعدين انا ما ينفعش كمنظومه طبيه وصحيه في بلد زي مصر بتصدر الدكاتره للعالم كله، بيعملوا فيه شغل في العالم كله في المؤتمرات او في البراكتس بتاعهم على اعلى ما يمكن، وانا اكون جزء من النولج الغلط اللي متاخده عن العمليه دي، ان الاختيار متوقف بنسبه 90% على سعرها. فانا ما ينفعش، مع احترامي لجميع الناس، احنا بنشوف حاجات الحقيقه، ويمكن ده اللي مخلينا في جوال شويه مستغربين بعض الحاجات. الحاجات بتتعمل على دفعات وبالتقسيط واسعار حتى ما تكفيش سعر الدباسه نفسها. طب يا جماعه الموضوع معمول ازاي؟ يعني الكلام مش عندكم انتوا بس الجراحة السمنة، ده في الليزر برضه، في الليزك برضه في حاجات غريبة. احنا متفاجئين الحقيقة بالحكاية دي، فعشان كده احنا حاسين احنا بنغرد منفردين في الكونسبتس بتاعتنا يعني. لكن احنا زي ما قلت حضرتك قبل كده، احنا عندنا ثلاثة كونسبتس لا ينفصلوا، السيفتي والكواليتي واللكجري. ما ينفعش حاجة فيهم تغطي على الباقي. فالتخدير رجوعا لسؤال حضرتك، من اهم الحاجات زي الجراح بالظبط. مش اي جراح جهاز هضمي ينفع يشتغل مناظير، مش اي جراح مناظير بيعمل جراحات سمنه بالمنظار. بالتالي يقاس عليه، مش اي دكتور تخدير مهما كانت درجه كفاءته يعرف ينيم عيانين السمنه. عيانين السمنه وزياده الوزن عندهم مشكله في تركيب الانبوبه الحنجريه، عندهم مشكله ازاي يصحوا بساتوريشن اكسجين في دمهم مرضي على الروم اير وعلى الغرفه العاديه. البوزيشن اللي بنشتغل فيه احنا بنميل الترابيزه جدا عشان يبقى ننزل الحاجات اللي عند المعده عشان نعرف نشتغل عليها. البوزيشن ده ضد اللي بيحبوه بتوع التخدير قوي، بوزيشن جراحات المخ والاعصاب والبوزيشن بتاعنا، لانه بيقلل جدا الفلو بتاع الدم اللي رايح للقلب، لانه تبقى رجل العيان تحت وراسه هي اللي فوق، او يعني في وضع اقرب الى 40 او 45 درجه. الاكتر من كده العيان اوريدي وزنه كبير جدا، فعنده ما يسمى بالشورت نيك، فتركيب الانبوبه صعب، تركيب الكانيولا صعب. درجه المحاليل اللي عايزها، احنا بنشتغل بالمنظار، بننفخ البطن بغاز ثاني اكسيد الكربون عشان نخلق الفيل اللي بنشتغل فيه. ازاي جراح الدكتور التخدير يتعامل مع الديمينشت بلاد فلو اللي راجع في الوريد الاجوف من الطرف السفلي الى القلب في ظل وجود بوزيشن مقلوب وفي ظل وجود غاز ضاغط على الاورده اللي بتاخد الدم. مش اي دكتور تخدير يعرف ينيم عيانين السمنه. لازم اجيب المعلم في الحته زي ما بالظبط. في دكتور تخدير بينيم حالات القلب المفتوح، بينيم حالات زرع الكبد، عارف جراحات السمنه تستحق
ان يكون التخدير فيها نفس جدية اختيارك للجراح. انت اول مرة نقول الكلام ده على فكرة في دورة مظلوم او في برانش التخدير معانا، رغم انه يعني الناس بتوع دول يعني في مصر لا حريفة، الجنود المجهولين حريفة وناس محترمة قوي قوي وناس شاطرين جدا يعني. جراحة التخدير يا جماعة دي جراحة التخدير على فكرة، يعني التخدير جراحة، ده جراحة وطب واي سي يو مراعاة مركزة وبطنة يعني ده التخصص الوحيد اللي بيحكم على. عشان كده احنا ودين يمكن برضو من الحاجات اللي لا موجودة في فرعنا برا جوال ولا موجودة في مصر غير عندنا. احنا عندنا دكتور التخدير بتاعنا عندنا استاذ تخدير مسؤول عن تقييم، احنا عندنا عيادة تخدير كل حالات الجراحة سواء جراحات التجميل او جراحات السمنة وبعض حالات كمان عايز اقول لحضرتك يمكن الموضوع يبان بسيط للناس، حتى زراعات الشعر اللي بتتم بنج موضعي في عيادة تخدير. دكتور التخدير بيبص على العيانين ويقيم حالتهم ويدي الضوء الاخضر لهذا النوع من العملية وان المريض ده fit for surgery او يا جماعة نأجله couple of days او couple of weeks لحد ما الامور تتظبط، سكر او وظائف غدة درقية او غيره. طيب من ضمن المفاهيم الخاطئة عن حزام المعدة، عايز اتكلم عن حزام المعدة شوي، كيف ترى حزام المعدة؟ حزام المعدة الحقيقة في 20 سنة اللي فاتوا كان الموضة او يعني كان هو الحاجة اللي موجودة. العيان برضو كلمة احنا بنستأصل لك جزء من المعدة كانت بتخوف بعض العيانين، فتم اختراع الحزام المعدة. والحقيقة هو حزام المعدة انا كرأيي الشخصي فيه او يعني حتى على الواقع، احنا دلوقتي في هذه المرحلة احنا في مرحلة ان احنا بنشيل الحزامة اللي تركبت في 20 سنة اللي فاتت لانها اثبتت الحقيقة مش هنقول فشلها انما عدم قيامها بالوظيفة المطلوبة على اكمل وجه. هي الحقيقة بتستلزم تعاون مضني من المريض. حزام المعدة زي ما احنا شايفين فكرته ان احنا بنحط حاجة سيليكون حوالين المخل المعدة والحاجة دي متوصلة بأنبوبة متوصلة بريزرفوار او مكان بنحقن فيه تحت الجلد. العيان عايز يضيق الحزام فبالتالي يضيق مدخل المعدة فياكل قليل، يروح رايح الدكتور يحقن له 2 سنتي محلول ملح في الريزرفوار ينفخ الحزام. عنده بكرة عزومة بتحصل مرة كل سنة فعايز ياكل براحته، يروح رايح للدكتور يشيل له 2 سنتي عشان يوسع الحزام. فالبيشنت كومبلاينس وبالذات في مصر للاسف مش للدرجه دي بروميسنج او يعني يخلي الحزام حلو قوي. الحاجه الثانيه هي مشاكل الحزام او وضع الحزام لفترات طويله، كومبليكيشنز الحزام عاليه جدا قد تصل الى ان احنا احيانا نفتح ما نلاقيش الحزام في البطن، نلاقيه جوه المعده واحنا اصلا مركبينه من خارج المعده. هو بيعمل ايروجن، بيعمل كبسولة عنيفه جدا حواليه وبالتالي ايروجن للميوكوزا والسيروزا بتاعت الاستومك، بياكل الجدار بتاع المعده ويدخل. يعني احنا في حاله لا تنسى ابدا يعني انه حصل ايروجن للحزام فيري جرادولي على مرحله طويله جدا ودخل جوه المعده وسيلد عليه قفل ومش عايزين الحزام. فكان الحل ان احنا يا اما نشيله عن طريق المنظار الفم يا اما نسيبه ياخد التراك بتاعه في الجهاز الهضمي لحد ما يوصل لمنطقه معينه نفتح نشيله. فدخلنا فصلنا الريزرفوار عن الانبوبه والحزام، بقى الحزام فري وبدا يتحرك في الجهاز الهضمي. وكان طبعا الحاجه الكوميديه بنقول عيانه خدي بالك وانت داخله كل مره التواليت وقولي لي الخبر السعيد ان لقيتيه نزل، لان البديل ان هو هيقف في مكان معين ونفتح نشيله. فا اب تو ذس يعني مش بس مجرد انه يعمل التصاقات او ان هو يعمل حلق، ممكن يوصل لمرحله خطر جدا تاذي العيان بدل ما تخليه يستفيد يعني. السؤال القادم سؤال او ما 3 اسئله او 4 في بعض، يعني ما بعد عمليات زي تكميم او تحويل المسار ممكن الناس تشتكي من ان الشعر بتاعها بدا يقع، ده وارد؟ وارد وبيحصل فبعد بعد الثلاث شهور الاولانيين من العمليه وفقدان جزء كبير من الوزن بطريقه مفاجاه يبدا الجسم يفهم اللي حصل وبالتالي يفهم ان اللي بيخش له ده مش هو اللي كان متعود عليه، فيبدا يحصل نقص شويه في بعض الفيتامينز وبعض الحاجات المهمه زي الزنك وبعض الاملاح الثانيه المهمه للشعر. هنا بقى تفرق انت عملت العمليه عند حد كويس قمت على رجليك ولا هي منظومه كامله. دور الجراح هو دور في التغذيه العلاجيه وفي الفيتامينز وفي كل حاجه، تساقط الشعر بيحصل يمكن كمان بيبقى بدرجه مبالغ فيها شويه عند بعض الادوات لاستخدام طرح من الحاجات السينثيتك او الصناعيه فده بيزود الموضوع اكتر. عند بعض الاخواننا في الدول العربيه اللي بيلبسوا الغطره والعقال ده بيزيد شويه انما المفروض ان هو يعني ما يحصلش بالدرجه اللي تخوف المريض لو تم تعويض الفيتامينز والاملاح دي في الفتره الاولى لحد ما الجسم يبدا يحصل عليها بالطريقه الجديده اللي احنا عودناه عليها. طب المشكله بقى التي يعني نقف امامها كثيرا انه بعد عمليات جراحات السمنه يحصل
ترهل في الجلد. من ضمن المميزات شويه ان انتم مركز متكامل، انتم مجموعه متكامله بالظبط، تجميل وجراحه، ده حقيقي. فده ميزه رائعه لانه ده بيخلي العيان عنده ساتسفاكشن ان انتم هتوجدوا له الحلول. اكزاكتلي للترهل. من الناحيه العلميه المفروض ان العيان اللي هيبدا يمارس الرياضه بعد مرور شهرين من العمليه ما بتحصلش عنده الترهلات بدرجه مؤذيه او بدرجه تضايقه تتسلل التدخل الجراحي التجميلي. بعض العيانين بيحصل عندهم بعض الترهلات طبعا عند معدل كتله جسم ما يكونش عالي قوي، 35 36 او 32 في وجود سكر او اسباب اخرى، فيمكن السيطره عليها عندنا في جوال عن طريق بعض التدخلات غير الجراحيه بالاجهزه او غيره. طبعا في بعض العيانين الاوزان العاليه قوي البي ام اي اللي فوق ال 49 وال 47 ممكن نوصل لترهلات تحتاج تدخل جراحي تجميلي. القصه كلها مش هيحصل ولا لا، القصه امتى تعالجه. لا يمكن ان عيان يقبل ان جراح يقول له انت حصل لك ترهلات عشان خسيت فبالتالي انت لازم تيجي تعمل شد بطن، الا بعد مرور 12 شهر على العمليه. قبل ذلك اعمل نفسك مش سامع اللي بيتقال، حتى اذا كان بيتقال لك من جراحك ما تسمعش الكلام. بعد 12 شهر ان ده هتبقى انت وصلت للماكسيمم في الويت لوس بتاعك، وصلت ل 70 80 85% من الايديال ويت بتاعك او فقدت 85% من الوزن المفروض الزائد عن حاجتك، نبدا نتكلم بقى الترهل ده قد ايه. ممكن بعدها تفقد جزء صغير من وزنك في الست شهور اللي بعد كده او في السنه اللي بعد كده، بس مش هيكون للدرجه اللي تعمل الترهلات الملفته للنظر او تحتاج تدخل جراحي. دكتور هيثم انت اضافه كبيره للاعلام، ربنا يخلي عليك. دي حقيقه وانا سعيد جدا. لا ما بجملكش، انا ما بجملش في حاجات دي، يعني باسلوبك وبطريقتك وبانك انت مهتم بالعلم اكثر ما من اي حاجه ثانيه. يعني انت رغم ان انت جراح لكن مهتم جدا بالعلوم المحيطه بجراحه السنه، واعتقد انه جويل وانت كشراكة وتواجد علمي مهم جدا هتضيف كثيرا جدا للمنطقة الثقافية المحيطة بجراحة السمنة اللي اعتقد ان احنا كقاهرة والناس عملنا فيها باع كبير جدا جدا ننفرد بيه ومحدش يقدر يقرب لنا منه باي حال من الاحوال، بل بالعكس احنا بنحاول نصلح ما افسده غير متخصصين زي ما انت قلت، لانه غير متخصصين جدا في المجال ده عملوا كوارث. يعني طبعا يشرفني وجودي مع حضرتك دايما وابدا، ودايما هفضل اقول نفس الجمله، البيزنس اللي بحجم جوال وبالستاندردز بتاعت جوال احسن اكسبوجر لي هو منصة حضرتك. ربنا يبارك. ده عن واقع وتجربة ودراسة للسوق الإعلامي المصري في المجال الطبي، ودايما دايما يسعدنا ان احنا نكون بنكلم الناس من خلال برنامج حضرتك. اشكرك شكرا جزيلا، انت افدتنا واسعدتنا سعادة. انا اتشرفت بحضرتك. ضيفي العزيز الاستاذ دكتور هيثم سيد، واحد من الميجا ستار في عالم جراحات السنة، كان مبدعا بقوة في واحدة من الحوارات الاكسترا اوردينري المحيطة بجراحات السنة والغير تقليدية. جراحات السنة كان ممكن جدا حوارنا يكون احنا نوصف جراحة تكميم المعدة وتحويل المسار، وانتم في حلقات قبل كده شرحناها، لكن هو بيعمل كامل افكت، يعني هو كل مرة في جديد، واعتقد ان هو في المرات الجاية هيبهرنا بجديد جدا جدا. خليكم دايما حافظين على صحتكم، خليكم دايما معنا. سلام. الصرع. الصرع ده مرض له ألف وجه، ومن ضمن أوجه الصرع إنه يجي في الأطفال حالة مرضية بيسموها بيتي مال إبليبسي أو صرع الأطفال، وده مش الشكل السينمائي المتعاهد عليه في الصرع، لا، الطفل تلاقيه وهو قاعد مرة واحدة فصل ولا كأنه شايف حاجة حواليه، هو بيبقى شايف بس مش واصل الجهاز العصبي بتاعه إنه هو شايف حاجة، وما بيغمش عليه، بيفضل قاعد بس ما بيبانش عليه انه متواصل مع اللي حواليه. في الفصل بيفتكروا انه بيسرح كتير، ووالده ووالدته يقول لك الواد ده على طول كده كانه عنده توحد، بيفتكروا انه عنده توحد، لكن ده اسمه صرع طفولي او بيتي مال ابيليبسي.